تمثل السلطات لدينا أرقى أنواع الوجبات الغذائية، ذلك لما لها من أهمية خاصة في التنويع الغذائي المحمود والراقي، إلا أن الرقي والجودة يتمثلان في تحضير سلطة راقية صحيا تحتوي على أجود العناصر الغذائية بما فيها الفيتامينات والمعادن والألياف، ولذا كان لزاما علينا الاستفادة من هذه العناصر الغذائية. فالفيتامينات بالإمكان الاستفادة منها عند مضغ الخضار وبلعها، بينما المعادن لا يمكن تحريرها من الخضروات إلا بواسطة الحرارة. وحيث أن الفيتامينات تتكسر بدرجة حرارة أعلى من 50 درجة مئوية ولا تناسبها الحرارة المرتفعة التي يتم بها تنشيط امتصاص المعادن، ولكي نجمع ما بين الاستفادة من المعادن والفيتامينات، لا بد من تنقيع الخضار في ماء دافئ لمدة نصف ساعة إلى ساعة، ثم يتم إضافة نصف ملعقة خميرة للبيرة إلى الماء لإنتاج سلطة بيولوجية، وتوضع لمدة ربع ساعة، ثم تقطع الخضار. بعد ذلك يفضل أن تحتوي السلطات على نوع واحد من الخضروات الخضراء، وإذا أحببت الزيادة فلا تزيد عن نوعين فقط، لأن الخضروات الخضراء غنية بالنترات الخافضة لضغط الدم، فالإكثار منها قد يؤدي إلى هيبة هبوط في ضغط الدم، وخاصة عند المرضى الذين يتناولون أدوية خافضة لضغط الدم، كما يجب الحذر من الإكثار منها عند الرجال الذين يتناولون الفيادرا خوفا من توقف القلب لديهم. يجب إدخال أكثر من نوع من الخضروات الخضراء مثل الطماطم والجزر والبنجر، ونوع واحد من الخضروات الغنية بمادة الإنسين مثل البصل والثوم. يجب تقديم السلطات قبل الأكل بنصف ساعة لتحفيز الإفراز الإنزيمي لاستعداد لوجبة الطعام، بحيث تعمل كمواد فاتحة للشهية وتصنف كمقبلات. لا يحبذ تناولها مع الوجبة الغذائية، لأنها تمنح الجوع الدائم أثناء تناول الوجبة الغذائية، مما يؤدي إلى تناول طعام أكثر من اللازم، ومن ثم إلى التخمة وسوء الهضم الناتج عن زيادة العبء على المعدة. السلطات عبقرية غذائية لمن يقوم بإعدادها، لكنها تحتاج إلى ثقافة غذائية للإعداد.